السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين نغمة نيمة هجام. أتمنى إن شاء الله تفخك اليوم مليح مرة كالعادة. نهار قان غدي السوق تندين تنغون زنغان غاية الرحبف أنكسي الأجواء أنكسي الأثمنة إن شاء الله من الأضاحين يعني حوريا أنخزع الأثمنة ماني وظنهارا كالعادة. مرة واحدة أول مرة يخزع قناة ريف بلوس من هذه جيجن أبوني ديجن لايك ديني فضلا وليس أمرا، وحتى نحاول ما امكن نهز حتى بالعربيه باش الاخوان الملتحقين اللي كيسولوا كيقول لك هضر شويه بالعربيه، غنحاولوا ما امكن نهضروا. يلا بقوا معنا الاخوان. كيف بارك هيا ومينو على الله شويه يمشي 270 الف 270 الف تبارك الله كبي البركه التوفيق ان شاء الله العزيز. اليوم الاخوان كما سمعتوا 2000 700 درهم غنخزع البركه يعاود ان شاء الله. مش حق البركية 340 الإخوان التفريق تبارك الله كما كتشوفوا ما شاء الله. تشوفوا هذه البركة عاود عمو شحال عطاو هذه البركة؟ شحال عطاو؟ 165 الإخوان 1600 درهم كما كتشوفوا تبارك الله. وهادوك وهادوك 300 الاخوان كما كتشوفوا 3500 درهم كما كتشوف تبارك الله الحواله المهم اللهم بارك. عمي شحال قال البركه يا 340 3400 درهم الاخوان كما كتشوف تبارك الله اللهم بارك. كالعاده الاثمنه راك تشوفوا اللي كيعرف يشري راه غيقدر يلقى شي رخر، اما اللي ما كيعرفش راه كالعاده سول هذا. مش حق البركه يا 380 الاخوان كما كتشوفوا. ما مش نهار عشان تفوت شويه خو السان قبر رغرا رغرا الاخوان كما كيقولوا بحال بحال يعني بحال الاسواق العاديه. الله يحسن عاون الاخوان كما كيقولوا الجميع. اش غنقول لكم يعني الاثمنه باقيه هي هي، واخا البارح كان كيقولوا راه كان شويه ديال الضوء ولكن ما كانش الضوء كاين اللي غلا الاخوان. شحال قال البركه يا عزيزي؟ 200 الاخوان شحال شي دراهم خسر البركه. شحال قال البركه هما؟ شحال قال البركه؟ على الله الاخوان المهم واش نشينهم على الله. شحال قال البركه يا الشرفه 340 الاخوان مشتوره ستوفيق وما شنو من نيغ الاثمناء الصراحه رغراس وطس تبارك الله الخزع عزيزيه. اش حق البركه يا 370 الاخوان اقوم الصديق 3700 درهم كما كتشوفوهم. شحال قال البركة؟ 350 الإخوان 3500 درهم اللي ما تعرفش. الصراحة الأثمنة بحال بحال يعني الأثمنة راه اللي تيقول لكم راه غادي نقاس ولا شي حاجة راه بالي ما نقص والو. الأثمنة باقية هي هذيك يعني الغلا هو هذاك يمكن غيزيد عاد والله أعلم. اللي كتشوفوا هادو الاخوان 3700 درهم كما كتشوفوا هادو عاوتاني. المهم اثمنا تشوفوا هاد السيد عمو شحال شي البركايا؟ شحال شي البركايا؟ 2300 درهم كما كتشوفوا 350 عفوا. شحال قال البركايا؟ شحال شي 260 الاخوان يعني 2600 درهم ياك هي هادي كما كتشوفوا الاخوان. المهم التوفيق عمو بارك يا خويا 500 الاخوان ان شاء الله كما كتشوفوا 500 هي 5000 درهم. اشنو من الاخوان الاثمنه انسك سال الاستاذ شحال بركه يعني 140 الاخوان
كما كتشوفوا الله وفق عمك. نخزع على البركه يا شوفوا البركه شحال شي عندنا. وانا توشي 275 2750 درهم كما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك الأثمنة. شنقول لكم بلا ما نهضروا على الأثمنة دابا راه كتشوفوا النت صراحة اللي غراب بزاف الإخوان. وهذا هو السوق أغلبية كيشريو كيعجبوهم الكوري يقول لك ما كنلقاوش المشاكل كل واحد كيفاش. عمو شحال البركة شري حبيبي شري عطاوش باقي ما عطاوش باقي الله يوفق أقوم الإخوان إنهم عادواوش. أنا خسي عوض البركة يا عزيزي شحال شحال قال البركة يا 62 الإخوان مشيت وراهم هي 2600 درهم يينا ياك تبارك الله الله يوفق أمك البركة يا شحال قال البركة يا عمو يينا 260 الإخوان 2600 درهم يواني تاتيا يينا يا غيري 260 تبارك الله اللهم بارك 265 ديال الكوالي عندهم 2500 درهم وعندو ديال 2600 درهم الاخوان كما كتشوفوا. شوفوا هادو عاوتاني الاخوان زيد شحال شي البركه يا هذا على الله عاد على الله الاخوان غستو في قعزيز ان شاء الله. مشيت ورا مربعه حتى السوق الاخوان كيبان زعما السوق شويه ما تحركش عاد مع الصباح. شحال يمشي البركة هادو ما عطاو بو فيه هادو عطاو فيه 290 يجن 280 يجن 290 هايو 2900 درهم وواحد 2800 درهم الاخوان كما كتشوف التوفيق. زيد شحال قال البركة 200 الاخوان كما كتشوفوا 200 تبارك الله اللهم بارك. ايوا هما هادو الاثمنة التوفيق عمي هادو هما الاثمنه كي كتشوفوا الا هضرنا في الغلاره ما نوقفوش والاسباب راه كتعرفوا يعني بلا ما نزيدوا عاد نهضروا. شحال شي البركه يا 115 او تبونش. المهم هادو الاخوان قال لكم 1150 درهم هادو راه ماشي تي ردي صدقو وين قالوا الى عجبك شي حاجه سير. هذا الاخوان قال لك 2750 درهم هذا هذا اللي كتشوفوا قدامي راه فيه واحد بيسيش تحبوش الاخوان طام قرب الصراحه كواليتاتي زعما شنو وين هرشين ما مهنت التوين على السوق. مو شحال البركه هي 260 عطيه 260 تفريط ياك 260 الاخوان هذوما الساني تاتير باش تكسيوز الفكره قوما مش تشنت الصراحه 260 2600 درهم غاليين بزاف الاخوان الله يرزق الجميع وصافي. هذا ما يتمنى الواحد. عمو شحال عطاو لهذا؟ عطاو 220 220 بالتفريط؟ 220 الاخوان كما كتشوفوا هذا عاود 2200 درهم بالتوفيق عمو امين هكا كيديروا كيدوخوا الناس. سمعتي كاين اللي كيقول لك كيدوخوا الناس ما مشيت وراهم يعني الاجواء خصنا ما يسنش غيصغوها اكيد ديال الشين يجني السن المانا يا الاخوان. عمو شحال عطاو لهاد البركه؟ 170 الاخوان اقوم باش تعرفوا هادوك اللي هي ديال 200 2200 درهم وهادو ماشي بزاف بيناتهم الاخوان. شوف هادو شحال دايرين وهادوك شحال دايرين كل واحد الثمن اللي كيعطي ان شاء الله. نشوفوا هادو مش حق البركه يا مش حق البركه يا مشيت ورا مع الاخوان. هذا مكان بعض خصنا هذا السور اربعه ما كيبغيوش يقولوا الثمن ما بغيوش حتى يهضروا معاه ما عارف. المهم لا حول ولا قوه الا بالله
شحال عطوا هاد البركة؟ 295 245 الإخوان بالتفريط 2450 درهم كما كتشوف. التوفيق عامر الخزع البركة يا عوض، مش هادشي البركة هي 380 380 الإخوان يعني 3800 درهم. تبارك الله اللهم بارك. شوفوا هاد البركة عاود ما شاء الله. عمو شحال قال البركة هي؟ 3350 درهم هنا. تبارك الله اللهم بارك يا عمي ما شاء الله حوري كبير. وحتى الثمن ديالو الإخوان زعما اش نقول الثمن يعني مش حق البركة. 245 هي 2450 درهم الإخوان لهاتو كما كتشوف. عمي شحال شي البركة هي؟ 280 الإخوان هي 2800 درهم كما كتشوف. التوفيق هادو هما هذا هو السوق الإخوان تبارك الله. نشوفوا هاد البركة مش هاد البركة شحال عطاو هاد البركة؟ 172 الصراحة زعما هادو ديال 1700 درهم الإخوان اللي غيشري فيهم شوية. التوفيق عمو مش حق البركة يا 185 هي 1850 درهم الإخوان كما كتشوف. التوفيق عمو التوفيق إن شاء الله. هادو هما الإخوان تبارك الله الله تبارك. كاين الناس كيشري ولكن الصراحة أنا بالي الحولي ما خرجش الإخوان يا حولي نوفر إن شاء الصراحة عاد يعني السوق يحمى نغزماني لا العادي ولا السوق عملتو غصه غير 3400 واه ايوا ديال ربي يرزقي بوبري هنا خاتي كما كتسمعوا الاخوان. هذيك خاتي قالت لك غير نمشيو نروحوا راه ما فينا ما يشري والاثمنه غاليه بزاف طالعه بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء اللي غيقول الاخوان هما تينو شحال شي البركه يا 320 الاخوان هي 3200 درهم. الله يجيب تيسير عليك كما تشوفوا الاخوان. المهم الفناء زعما نقول لكم زعما شحال البركه يا 230 الاخوان هي 2300 درهم ياك 230 اذا يتني 2300 درهم الاخوان كما كتشوفوا. راه حنا الشيء المهم نسيت التفريط يوضا نزل سجل لا في قومه. زيد شحال البركه؟ 330 الاخوان 3200 درهم كما كتشوفوا. الله يوفق عمي خسر البركه يا عاود ما شاء الله. عمو شحال عطاو لهاد البركه؟ 320 الاخوان كما كتشوفوا. اللهم بارك اللهم بارك. الصراحه الأذمناء لا ما نهضروا بدون تعليق فاش نوصلوا للاثمنه الاخوان بدون تعليق. راه كما كتشوف حوالي 300 400 اللي كان كيبيع ب 220 تلقاه دابا ب 350 340 اللي كان كيبيع ب 220 يعني 800 درهم كتزيد في رمشطعين. او ما فيهش شحال البركه يا هذا شحال قال البركه يا 200 2000 درهم الاخوان هادو كما كتشوفوا. التوفيق عام خير عاود قال لك باقي ما عطاهوش هادو يبقى فيها 260 الاخوان اللي عطاو له ما باعش 2600 درهم كما كتشوفوا هادو. اللهم بارك بلا ما نهضر على الاسعار. زوج حق البركه هي شحال البركه هي 300 بنيم كيل ياك هذا بنيم كيل خنيفره هذا 300 قلتي لي ياك. تبارك الله الاخوان اينينهم 3000 درهم ما مشيت وراهم. اللهم بارك لو فقع عمو
شدينا والدي جامع ان شاء الله. سنزال البركية مش حق البركية 430 تفريق. ايوا الاخوان هادو 4300 درهم كما كتشوفوا تبارك الله مبارك. الاخوان الصراحة حولي غالي يعني الكبير غالي بزاف حتى الصغير حتى الصغير ما فينا ما نرقعوا الصراحة اثمنا شنو نقول مش حق البركية تفريد 190 تفريد الاخوان كما كتشوف يعني 1900 درهم 190 داها الله يوفقك الله يوفقك عزيزي ما شاء الله اللهم بارك دوب يرزق يا الاخوان ما مشيت ورام اجواء السوق اثمنا انزل البركه مش شحال البركه يا واش نشعل انهم باقي ما عطاوش الاخوان هذا البركه كيسول على الزيت اللهم بارك اللي كيسول على حياه انفوس البركه اللي كيسول على الزيت 150 تفريط انا غادي ندير 170 الاخوان هي 1700 درهم التفريط اللي كتشوف لو في قومه الزوم شحال البركه 292 الاخوان كما كتشوفوا هي 2900 درهم اللهم بارك بلك 2900 درهم ما شاء الله شحال قال البركه 280 الاخوان كما تشوفوا ماكش توران هادو كما كتشوفوا 1600 درهم توفيق عمي مش حق البركة 670 سنين و 480 هي 4800 درهم اللهم بارك توفيق عمي ما شاء الله مشتورة من الاخوان هذه كابي البركة الصحة ومات تبارك الله اللهم بارك مش حق البركة 510 الاخوان هي 5000 درهم 5010 درهم تفريط اللهم بارك جاوب يرزقوا 5100 درهم الاخوان 5100 درهم الاخوان مسامحة شي خطرات العربية شنقول لكم ما شاء الله هذا عاد تبارك الله اللهم بارك هذوك الاخوان 360 ما شاء الله اللهم بارك 360 يعني 3600 درهم عطينا هذه الاجواء الاخوان ما مشيت ورام ما مشينا ولا كيما قلت السوق طالع بزاف قلنا الصراحة ما كلشي كتشكى حتى مساكين شتي دوك بونسوان كنا كنشريو ب 200 دابا هذاك ديال 200 كيوصل حتى 340 350 درهم للأسف شنقول لكم هذا ما كان هما تينوش حق البركة منزل منزل هادو الإخوان 6000 درهم اللي كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الإخوان اللهم بارك البركة كريم مش حق البركة هادو الإخوان 5300 درهم كما كتشوفوا اللهم بارك استرافي ثلاثة الإخوان 5000 و 300 درهم ثلاثة عطوا لهم 5000 و 100 درهم اللهم بارك كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله السردية السردية غنخزر البركة يا عاود أو ما فيش حاشي البركة يا 330 الإخوان 3300 درهم تبارك الله اللهم بارك هادو هما الأجواء الإخوان حاولنا ما أمكن نهزو ولا نقربو لكم الأثمنة كالعادة حتى عاوتاني إن شاء الله شي سوق آخر نشوفو الأثمنة الإخوان كالعادة أول واحد كيشوف القناة من يدير أبوني ويدير اللايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.